There is no charcoal. Put charcoal. Charcoal. Do charcoal. زديق عبيد خرونهم فروقا ولان عدار بصلاوهون حيلت حيل خون بي واشلي حسهدي داس خيتون وثنا صاحتون بني شرا دصليبهم بصلتون وبعوثهون حاسلا والعنيدا ريخو يخارد مريم من أثر العالم ريخو يخارد مريم من أثر العالم ريخو يخارد مريم من أثر العالمين ريخو يخارد سغدينا ومودنا حمور يلعني ذايم باوني دي لهم شبحي مورانا نيح وعلينا تراحم كاد شبي قد مارت شم قالوا اسقري ليسون شاني ومن حيد زبنو عذهو يوم دق يوم تدامك نحمر يو نفشوثون باون ادنوهرون ارشون قبر قرميه بيوم دهدون هن مودا ناحم فقدون اخر يلدا ودودو معفرونو نتعطفون زي وهدرون يعلون عام وخلغنونهم نسقن نحمونهم بر شبحوا لابو لبرو والروح قد يشوك وبدين هركو حي حلو فوقربوني دلع البش ما يدخروني مثل شيم لوحت كيفور شام دل دخرون وامين اغضم مريوني علم بفريستو مليف حاير شوش موهد عاني ذيكون هركو بعيتون الدخرون العلب شمايون اذكذبون مودو تمشيحو عامين اذبق مريو رحم علينا عدار حادث ملي رحمة بريد ابنو حوم والعبد يكسو وذيك داش خيب على صبرو وبيد أمرهم دسحق ودياق وبشروم والعبد يكداش خيب على صبرو اخ مدب شبحي مالاخي وكل شي رابد مالاخي واحنا نمحي العفرون موكد وايو اخ وثون مشبحين انكاد امرينا نبخو لزبن وبخو العيدون تشبح طلاله بمراومي وعلى رعش لو موشي لبنين هوشو نالوغ ملو تشبحو مسقين اللوغ موريو عبودو ملكو شمايونو ألوهو
وحيد قول موريا يا يشو امشي حام روح قديش ها وتشوق لو كيث اشقال اعطي تدع المصلي لان ادنوخ قبل بعوث انها وديوث بشبحه من يمين ودابو يحس وذراحة ما لي ميطن ذات الحوذي قديشات الحوذي كمور يو يشو شبح دالوه أبو أمين بخول زبن وبخولهن يوم ثد حايي إبر خوخو في شبع لشم قديش وانبر قلو لما وديت لما مين برخت مريا أحد كلاله دابوه دودي لن مشابه حشمه ومها دار بتشبحه طلعولا لوخ يو يشبحه لوخ فيو تشبحته لوخ في قوله سواله دخول أبو دشرور عام أبو لو يوق الروح حيو قديش هوش مراني شو عمشي حوت رود رحمك لو تحوذ بفي مور حطو احنا مودينا نفرح مالي قديشة طالوه قديشة حايل ثونو قديشة لومو يوثو دسليب دالو فين اذراحا مالين قديشة طالوه قديشة حايل ثونو قديشة لومو يوثو دسليب تعلو فين موران اتراحة مالين موران حسرة حمالين موران قابل تشمشتن وصلا وثن وتراحة مالين أبون بشمايو نتقادا ششموخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانت بشمايو أبرعو هبنان لحمو تسنقونان يومون واشبق لان بين وحطوهن ثلاثنين شبحوا لابو لبرو الروح قديشو علينا محيلي وحاطو رحمي وحنونو نستبعو بثري قول من عالم ونينا أهلنا أيها الرب الإله للنعمة والبركات الكاملات وقدس أفكارنا ونوايانا وجميع نزواتنا لنستقبلك في هذا يوم دخولك الهيكل كشمعون الشيخ الصديق الذي حملك على ذراعيه المقدستين ونهتف إليك ونحن حاملين شموع الحمد والتسبيح وقائلين الآن تطلق عبدك بسلام وتعتقنا من أسر خطايانا لنرفع إليك حمدا وشكرا الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين نبتهل إليك اللهم يا كلمة الآب السامي الذي صار إنسانا ليخلص جنسنا البشري أيها الرفيع الذي يسبحه الملائكة النورانيون ويقدسه صفوف الكروبيم والسارافيم
يا من بنزولك إلى الأرض مارست الأعمال البشرية، وفي مثل هذا اليوم صعدت إلى الهيكل مكملا فرائض الناموس، وتزيحت على يديه شمعون الشيخ في الهيكل كما تزيح على أجنحة الكاروبيم، فأضاء نورك على المسكونة كلها في حين أن السماء والأرض مملوءتان منك. فنبتهل إليك أيها الرب يا من أتيت بهذه الأعمال الإلهية لتبارك بيمناك هذه الشموع الموضوع أمامنا، ولتكن لبركة آخذيها ولخير ماسكيها في جميع المحن والتجارب، وانتصر شموع القداسة وكنز الطهر تثبيتا للإيمان والحق وتدرجان في أعمال الصلاح، ورفعا لشان الكنيسة وبهاء للأديران وبركة لبيوت المؤمنين. وبك يليق الحمد والشكران الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. اللهم يا مكون العوالم ومبدع كافة الكائنات، يا صانع الكل بأمره وخالق كل ما يرى وما لا يرى، نطلب منك أيها الرب أن تبارك هذه الشموع بقوة روحك القدوس، وأسبغ عليها نعمة وقوة حيال الأعداء مانحا بواسطتها للذين يأخذونها بالإيمان الحق، بركة قداسة قوة عونا شجاعة صحة شفاء فرجا انعتاقا تطهيرا صبرا في التجارب وحفظا كاملا لوصاياك الإلهية، وفوزا بالفرح الذي لا يزول، وبميراث السعادة الكاملة، لأنك معين الحياة وينبوع النعيم الوفير. وبك يليق الحمد والوقار الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. نقدم لك السجود أيها الرب الممجد المحجوب عن أبصار جميع الناظرين، الذين ظهر بالجسد من الطوباوية مريم في ملء الأزمنة. يا من دخلت الهيكل في مثل هذا اليوم، حيث زيحك على ذراعيه شمعون الشيخ الطاعن في السن، وابتهل إليك قائلا الآن تطلق عبدك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته للجنس البشري. فانظر يا رب إلينا الآن بعين مشفقة، وتقبل صلواتنا وطلباتنا التي نقدمها لك في هذا الحين، وبارك هذه الشموع وأولها نعمك الغزيرة، جاعلا إياها مجرى القداسة وينبوع الطهور، شفاء من الأمراض والأوجاع، صحة للنفوس والأجساد، لتحطيم الأبالسة والأشرار، للقضاء على جميع الشياطين، للتطهير من أهواء الخطية، لتقديس منازل المسيحيين، للحفظ من المضار، لإزالة العقر والتنفيس عن المكروبين، لكي نضحى بواسطتها نيرين ونحظى بمواهب إلهية وعطايا سماوية. فنسجد ونسبح اسمك المكرم والمبارك واسم أبيك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. مد برخين ومد داكين قريوني هولين دقضو من سيمين باروخ مور بشمو دابو ودبرو ودروحو حي وقديشو الحي دلو لمعلمين.
مريم دي للتوخ يوحان دام دوخين ونولوهم في سون حلوفين اثراحا مالين بصلوث امو دي للتوخ واتكلهم قادين شيكي رامو رامو خمار النهي رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس باروخ مور. إخوتي أجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة وأما الأقوال الباطلة الدنيسة فاجتنبها
لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمينايوس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق قائلين إن القيامة قد صارت، فيقلبان إيمان قوم. ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له. وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا. وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، عالماً أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقاً بالجميع، صالحاً للتعليم، صبوراً على المشقات، مؤدباً بالوداع المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبةً لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. بارخ مور. قادی شود مورانی شو همشی حوز برث و محیانی ثو من لون قم سبران و دم سبر حای و فرقان العلم زبنو هاخیل دم دبران و ثد موران وانوان و فرون قدیلن یشو همشیحو ملثت خیال و دد بسر من ابتلتو قدشتو مریم هولندن هاخن هوای ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوس
رؤوسا للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام وفرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبا مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا بيجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. وكانت نبية حنة بنت فانوئيل من سبط آشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين في دام في أورشليم. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. وكان صبيا يتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وشينو وشلو ملك الخون. صالح كل الرحمة وحنون من مريم نبيه مريم رحمون ورحم علينا آدارين تشبعت ذودي ذاين رب كل أسر من رب طمد لبط الأمين ويثب خل زمان وابخل عيدون نشو الناسق. التسبيح للرب الصالح الذي كسر جسده وطعمنا ومزج دمه وسقانا وملكوت السماء أورثنا، الذي بيليق التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت تقدمة الذبيحة الإلهية وفي سائر الأوقات والأزمان والأعياد والساعات أيام حياتنا كلها إلى الأبد. الاطرد باسمهم حسيونو خيلهم دكيونو شبن قاطيونو حيلو مثادونو البيشوثان حياة موريونو بمرحمونو ثبحو بغلاطو اي ساقيرو ربي ودلو مثمنينو لاطو ادخولي عمودي لغمي منو استوبو ثراحا مالين
دخري موريان وبرحمد مينوخ ودخارتو بالنفشون ثان ونفشون ثدابو اينو داحين ودرابون اين ودملفون اين ودعاني ذين ودخلون عاني ذا ما يمنى الذذيتون ديلون قادشتو ومشابحتو أنيح موريان ونفشون ثون روحو ثون وفاري ورستان ودرحمي ودحنون والقرمي ونحوس ويمحسي ونويلا ولون مشيحو ملكان موريو مورم مورو تجمحتو نيل مور تليونان وتلودرونان وفرقلان وقابل صلاوثان وتخشفوثان وعبار برحمك الخلي مردوث وقشيوثم والشنطم شيمون ادرغ زمينان بمرحمون وثوخ موريو كلي وعبار والحرطة طبثو ايدي تيل غبري دشلوم ومورد شينو وشلوم وشون خولان والشلوم ومشيحو ياود لو خرحي موفي وشفار لقر مورد وشاكلان لوغ شبح لوغ ثوديت ومسقينان هوشو وابخون زبان العلمين Before you, God the Father, was invisible to the angels and archangels, before your beloved Son who revealed himself to the world by his love, before your Holy Spirit who cleansed the world by his grace, and before your holy altar, where your divinity is proclaimed and the Holy Trinity abides, we present the sacrifice that it may be for the remission of trespasses, the forgiveness of sins, the blotting out of the transgressions of all your flock, and the rest and good remembrance of all the faithful departed. We offer you glory and thanksgiving now, always, and forever. Amen. May the Lord accept your petition and help us by your prayers. من القابل حسين حوب شبقون دعطوا بتر من علم والعلم المين إن دين عبد محيل حطير الوعن ويمار قديش أبو قديش قديش برو قديش قديش روح حي قديش ودم قديش الفرمود حاطوي عبدي كان قيس متراحم عن نفسه ثان ونفسه ثان كذاب وهين وداحين ودرابونين ودملفونين ودعاني ذين وادخلون عني ذي ما يمنى ذذيتون دي لقى نشتهم شابحتهم بترين علمي والعلم المين نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكل وخالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح أحيو حبيباي صلى الله عليه قبل نور القربون أحيو حبيباي صلى الله عليه قبل نور القربون إخوتي وأحبائي صلوا لأجل ذي قبل القربون إخوتي وأحبائي صلوا لأجل ذي قبل القربون Thank you.
امنحنا لنا ربنا محبة وإلفا وأمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. شلوم الكون خو And bless all of us with your blessings which cannot be taken away, and make us worthy to do your will, and that of your only begotten Son and of your Holy Spirit, now always and forever. وابعد عنا ربنا كل فكر دنس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بها نفوسنا ومقدسا أجسادنا لنودي إليك الحمد والثناء ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. لتكن عقولنا وافكارنا وقلوبنا هذه الساعة في الأعالي حيث المسيح جالس عن يمين الله لا لنشكر الرب بمخافة أهلنا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مع ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون ونحن هاتفون وقائلون قديش كدين فعتا دنقا بالموت
صبيون يحلفين حطي وضلحطو انساب لحمه بذا وقد شوثو كذا ودي بري صو يا بلش لي حلقة دي شوي مر سبق المين هنا وفرض احلو فيكون واحلو بساقيين ماذا قصي ويتي الشب قنو ضحكوهين والحيد العلم والمين خوض والخوص والسام كذا ودي بريخ وقادش يا بلو لشلي حوقا دي شوي مار سابش تومين يكون قول هون ودم دحلو بيكون وحلوف ساقي مذشي ميرتي بشبق رضا طوهي والحايد العلم والمين And as he entrusted the sacraments to his holy disciples, he commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. حينما تذكروا بيعتك سير مالك الخلاصيا ومجيئك الثاني الرهيب الذي فيه تجازي كل إنسان لكفعله فمن أجل هذا تندم وتتضرع إليك رعيتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلة رحم علينا ونحن أيضا عبيدك الخطاة والضعفاء فيما نتقبل نعمتك نقدم الشكر لرافتك من أجل كل نعمك لوخم شابحينا لوخم برخينا لوخم سعدينا Answer me, O Lord,
استجبني يا رب اني مريح اصطاب وترحم علي. كانوا قد ما جينا بذل حمونا وفروا ما بفقاي فروا فرقاي وفروا دمشي حاله دينا. والخوصون شملي دمودي يديك حذات دمو فرقا يدمو ديلي دمشي حواروها ديلا. So that these sacraments may be unto all of our take of them for the absolution of their trespasses, and may they inherit eternal life by them. That they may offer you praise and thanksgiving and your only begotten Son and your Holy Spirit now, always and forever. Joseph Remetrion, Mor Theodorus Trion, Abba Mor Dionysius. امنح يا رب بيعتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبريا شيخوخة صالحة وهادية واقم فيها رواة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Amen.
Look mercifully upon our departed ones, O Lord. Absolve their deeds and forgive their shortcomings, because the body and blood of your only begotten Son is concealed in their bodies, by whom we trust to find mercy and forgiveness of sins for us and for them. وأهلنا وأمواتنا المؤمنين لآخرة المسيحية غير متذكرين ذنوبنا وذنوبهم، لنشكرك على هذه وعلى سائر نعمك، ونعظم ونبجل اسمك المبارك الكل للإجلال، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. Shlomo al-kul khum. Faltakun marahimullah al-azim wa mughallisna Yesu' al-Masih ma'a jami'ikum ya ikhwati wa akhawati ila al-abad. Yeah.
اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا بشمايو لتقادا ششمو Deliver us, O Lord God, from the evil one and from all kinds of unlawfulness. Forgive our sins and transgressions and be an absolver to us and to all those who trespass against us in whatever manner, so that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit now always. And forever. Amen. Baruch Mo. Shlomo. Al Kulchu. Amruhu. Diluch. Menukzom sibuth odruze homle. Kadisha walohoye. Death karak. Tibukzom mariam rahmono. Rishaynanke. Zomaik moran walohe. واستر يا رب شعبك واغنم راياتك المنتظرتنا والجسد ابنك الوحيد ودمه واجل بركاتك عليهم وقدس نفوسنا واجسادنا لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين امين Shlomo al kulchu.
تهوي طيبو ثور احمدت لي ثويتو قادشتو مشابحتو لبريتو اثيويتو ومثوميتو صغيتو مشويات بوسياه تهوي عم كل خناحة يو حبيبا هاي العلمين هذا بقادي شعاع من قبل المبحنون هذا بقادي شعاع من فرق المبحاش يقير دقنوم هذا روح قادي شعاع من ديثو قمور ومش مليون ودخل ميدم دو دوين وش مد مليون بارخ من عالم وهذا من عالم عالمين امين دونت خارن لابو هين ملفين وولن كث حايدن وابن يون هن علم ودعبار برودان وهني حنون بوين بث ملكم شبح قومات مهللون
شبحو لابو لبرو ولروحو قديشو عالم وعدامنا عالم علمنا من قارب وعود فحلو فينو شبورو لم هيمين لحدود ابن حمين نعبد رحمي عن كولان صوم قارب وليلايسو دخرنا شبحو لابو لبرو ولروحو قديشو يحب السيمو خويا خويا لكتلو مريم يلتقى ويرحم علينا عنا بصلي بخمور ان يشع بصلك مريم نيلكو عبر فاطمينا محوظ شط روزو شما بابرو روح قديش وحاضلوه شريرو امين. يا احبائي في هذا الصباح المبارك تحتفل الكنيسه المقدسه بعيد دخول الرب يسوع له المجد الى الهيكل وعيد القديس شمعون الشيخ. طبعا لما نحتفل بعيد دخول الرب يسوع الى الهيكل نحن أمام رسالة وأمام دعوة وصلتنا من الرب يسوع الطفل المقدم إلى الهيكل حتى نعيش حياة القداسة وتكريس ذواتنا تكريس ذواتنا لأجل اسمه القدوس. المسيح يسوع صلى وقال للآب السماوي من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا مقدسين فيها. نحن نتقدس بالمسيح مقدس القديسين اللي أخذ جسد ونزل من السماء حتى يفدينا من خطايانا ويخلصنا من ظلمة هذا العالم ويخلينا نشوف نور الخلاص. يا أحبائي نحن في هالعالم بالأخص الكنيسة وكل إنسان مؤمن في الكنيسة يعيش تحديات كبيرة، ومن التحديات الكبيرة اللي اليوم نعيشها هي شغلتين: الإلحاد واللي يرفض وجود الله، وأيضا مساواة العلم بالله. مساواة العلم بالله وهذا الشيء كان عانينه الملحدين معروفين. كان اكو فيلسوف اسمه نيتشه اذا سمعني فيه قال اروني انكم مخلصون فاؤمن بالمسيح. اروني انكم مخلصون فاؤمن بالمسيح. ومن الناحيه الاخرى طبعا هذا فكر الحادي، ومن الناحيه الاخرى نشوف انه العلم صار يحط كل شيء حتى الله تحت المجهر ويريد يقيسه بمفاهيمه العالمية. وهذا يحطني اليوم أمام شمعون الشيخ. شمعون الشيخ هذا الرجل الطاعم في السن، كثير كبر بالعمر، تجاوز عمره 300 عام فقط حتى تتحقق كلمات الوحي الإلهي إنه ما راح يذوق الموت حتى يرى خلاص إسرائيل والمسيح المنتظر. سمعان راد يشتغل شغلة العلم اليوم، يحط الله تحت المجهر وقوة الله وقدرة الله على العمل الغير محدودة ويحط له أبعاد وحدود. سمعان الشيخ كان أحد المبشرين المترجمين 70 الذين راحوا إلى الأسكندرية في وقت بطليموس الثاني ملك مصر حتى يترجمون من العبرية إلى اليونانية الأسفار المقدسة. فوقف أمام آية في الإصحاح السابع
من نبوة إشعياء العدد 14 اللي تقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. اليوم كم طبيب عندنا بالكنيسة؟ كثيرين، الله يبارك بهم. إذا نقلم العذراء تحبل، يقولون صعبي بس ممكن. اليوم أكو شغلي الكنيسة ترفضها يسموها الفيرجن ماذرز، يعني تروح البنت إلى مستشفى معينة ويزرعون في أحشائها، يزرعون في أحشائها زرع رجل وتحبل بدون ما تتزوج، عملية مخبرية. ولكن هذا ما يشابه شيء اللي قراه سمعان الشيخ. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. الله معنا. سمعان قال لا، دي يضحكون علينا اليونان، دي يضحكون علينا اليونان. واليوم كثير من الكهنة نحاول أن منطق الإيمان لأنه نخاف من اليونان يضحكون علينا. كثيرين، وهي مجاملة بالإيمان. فسمعان قال بدل ما أقول عذراء أكتب فتاة تمشي، فتاة ممكن مزوجة، ما نقول عذراء، عذراء ندخل بأنه هي راح تفقد بكوريتها. شلون عذراء وتحبل وهي باكر؟ عقله ما شاله. مثل ما كثير من الحقائق الإيمانية، الحقائق الإيمانية هي حقائق خبرة مع الله وليست نظريات علمية مثبتة، هي خبرة وعشرة مع الله. وهذا اللي يميز الإيمان عن العلم. علماء ربنا عطالهم الموهبة حتى يقعدون ويختبرون ويحطون نظريات وتجارب وتنجح فتصير رسمية ومقبولة، بينما الإيمان ما هو تجربة علمية، هو عشرة وعلاقة مع الله. وهذا الشيء راح نشوفه في حياة سمعان فيما بعد. فسمعان غير، ولكن رأى في رؤيا، قال له شوف أنت ما آمنت بما قالوا إشعياء، ما راح تموت يا سمعان إلى أن تشوف هذه العذراء وتشوف هذا الطفل. سمعان عاش عشرة الشوق لرؤية المسيح. انتبهوا، عاش عشرة الشوق لرؤية المسيح، فبنى عشرة بينه وبين المسيح جدا كبيرة. فحتى أنه لما جاء إلى الهيكل المنقاد من الروح، تخيلوا بعد سنوات طويلة الروح قال له قوم، صار الوقت، صار الوقت، قوم امشي إلى الهيكل. لما شمعون يقول عيني قد أبصرتا خلاصك، معناته شمعون لما مشي هالخطوات إلى الهيكل ما كان يرجع مليح، الروح قاده، روح يمين وروح يسار وهون يقف، كان منقادا بالروح. وسمعان اتعلم أنه ما يقول بالإيمان، الله لا يمكن أن نضعه في قالب لأنه غير محدود، منطق نحده لا بزمان ولا بمكان. اتعلم الدرس فقال الآن تطلق يا رب عبدك بسلام. تخيلوا، كان مشتاق لرؤية المسيح وكان يريد أن ينطلق من أتعاب هذه الحياة، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. المسيح دخل إلى الهيكل وحمله شمعون الشيخ على إيده حتى يقللنا،
بالإيمان تكثر العطايا وتكثر المواهب، وأعطيكم روح الحكمة والمعرفة والفهم والعلم. ولكن أنت يا إنسان مطلوب منك أن تآمن، أن تآمن. ونحن الذين اعتمدنا على اسم المسيح والذين أخذنا المسيح، مطلوب من عندنا أن نري الملحدين وأن نقنع العلماء بإلهنا الحقيقي. وهذا الشيء ما يصير إذا لم يرى هؤلاء الناس فعلا مثل ما قال نيتشه إننا مخلصون، وإذا ما العلماء لمسوا قوة الله العجائبية وعملوا في حياتنا. معناته لازم نكون رسل ومبشرين. المسيح دخل إلى الهيكل حتى يكمل الناموس اللي يقول كل ذكر فاتح رحم من يصير عمره 40 يوم لازم يصعد إلى الهيكل ويقدم عنه ذبيحتين، ذبيحتين، واحدة ذبيحة محرقة والأخرى ذبيحة تطهير. ولكن المسيح يريد يقلنا، مثل ما أنا صعدت إلى الهيكل كطفل ومثل ما أنا كملت الناموس، أريدكم أنتم أيضا كل إنسان من عندكم، إذا كنت طفل بالروح أو رجل بالروح، وإذا كنت صغير بالعمر أو كبير بالعمر، من الهيكل، من المذبح، من الذبيحة تأخذ القداسة والتطهير وتأخذ الغفران وتولد إنسان جديد بيسوع المسيح وتكون مكرس ليسوع المسيح، مكرس حياتك وقلبك وروحك وعقلك ليسوع المسيح، فنكون كلتنا صورة ليسوع المسيح، صورة ليسوع المسيح. المسيحي، المسيحية قصدي، كإيمان ما انتشرت لأنه بطرس كان عالم فيزياء، وما انتشرت لأنه أندراوس كان خبير جيولوجيا. ما انتشرت لأنه كانوا علماء، انتشرت لأنه عكسوا للعالم إنهم بالحقيقة مخلصين، عاشوا المسيح فنمى المسيح داخلهم وكبر وصاروا صورة لهالمسيح، صاروا صورة لهالمسيح. فدخول المسيح إلى الهيكل هو رسالتين لنا: أن نرى خلاصه مثل ما رآه شمعون الشيخ. كم واحد من عندنا عنده أمور عقله ما يشيل اتجاه الإيمان؟ مني وجغو المتكلم ما يعفي حاله. كم واحد من عندنا ينتظر أن يرى خلاص الرب؟ كم واحد من عندنا رأى خلاص الرب؟ كثير مرات يدقون الأبواب علينا، جينا نبشركم بالخلاص، وكأن الخلاص هو كلمات يكرز به. لا يا أحبائي، بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا وفيلبس وتوما وبرثلماوس وتداوس وكلم الشباب الرسل ما راحوا حكوا، بس كانوا إنجيل معاش. الإنجيل المقدس يقول إن كلمات حلوة على العذراء مريم، وأما مريم كانت تحفظ كل هذا الكلام في قلبها. فمريم كانت إنجيل غير مكتوب، وبطرس كان إنجيل غير مكتوب، وأندراوس وتوما وفيلبس ويعقوب وكل القديسين الذين رأوا خلاص الرب كشمعون وعاشوه في قلبهم وداخلهم وعقلهم وفكرهم وحبوه
من كل القلب والفكر والعقل، فكانوا بشارة غير مكتوبة. فاليوم الإنسان لازم يقف وقفة شمعون الشيخ ويشوف، هل أنا شفت خلاص الرب؟ هل أقدر أن أقول مع سمعان اليوم تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك، أم أنا بعد ما التقيت بالمسيح؟ ما التقيت بالمسيح. وهذا يخليني أعيد حساباتي، وراح أشوف وقت الأقعد أفكر أنه مرات عديدة المسيح كان واقف على الباب ويقرأ، ولا يزال واقف وسيبقى واقف، ولا نطول الوقف علينا. هو يشتاق لك ولك ولي لخلاص أنفسنا، متعطش لخلاص الأنفس. المسيح متعطش لخلاص الأنفس. لهذا السبب كل لقاء لنا مع المسيح نتيجته هي خلاص، وهذا ما صار مع شمعون الشيخ. فإذا كان عندك شك، وإذا كنت تريد تحط الإيمان في قالب معين، الإيمان لا يخضع لقاعدة المنطق، لأنه ينتمي إلى الله، والله غير محدود، فما راح نطيق نحط الله. وهذه هي الرسالة اللي راد يعلمنا اليوم، هي شمعون الشيخ، سمعان الشيخ. آمن فترى عجائب وطرق الله في العمل، فالغير مستطاع عند الناس مستطاع، وسهل جدا عند الله. والرب يبارك حياتكم جميعا ويجعلكم دائما بصحة وعافية. وبهالمناسبة أحب أعيد كل إنسان اسمه شمعون أو سمعان، وبيت الشيخ عندنا بيت الشيخ زي نعيدهم. رب يعطي بركة هالقديس العظيم سمعان لكل من يحمل اسمه ومن شفاعته، ويحميكم جميعا بالصحة والعافية يا أحبائي. وأيضا كل واحد يسمع حنا حانا حاني، الرب يعطيها أيضا، لأنه اليوم ذكرنا أيضا حنا النبية التي خدمت الهيكل لسنين طويلة، 84 عام هي تخدم الهيكل. وهذا درس لكل أمهاتنا، كنا متزوجين أو كنا أرامل أو كنا غير متزوجين، لازم نكون مثال لأبنائنا ونقودهم بالصوم والصلوات والتعبد وخدمة الكنيسة، حتى يروا مجد الله في حياتنا ويخدمون الكنيسة هم أيضا. وربنا يبارككم جميعا يا أحبائي. سندخل اليوم إلى الكنيسة الطفلة نتالي متي الشماس بهنام، الرب يباركها ويجعلها ثمرة صالحة لتمجيد اسم القدوس. وألف مبروك لمتي الشماس بهنام وللينا سرمد، وأيضا لعوائلهم، الرب يجعل هالبنت الصغيرة ثمرة صالحة، ويعطي كل واحد أولاد صالحين، وإن شاء الله دائما تجيبون أولاد وتزيدونا المؤمنين، تزيدونا الكنيسة، والرب يبارك حياتكم. أيضا نورت الكنيسة في هذا اليوم المبارك على نية الطفلة ناتالي متي ميرزا لدخولها الكنيسة لأول مرة، وعلى نية الطفلين ويليام وإيلي برسوم وتقدمة الشموع لعيد شمعون الشيخ للأطفال إيلي وويليام وناتالي، الله يحفظهم. وأيضا سنقيم صلاة الجناس للمرحومة الفاضلة أمينة أيوب الجدادي لمناسبة الأحد الأول على وفاتها، وذكرنا أيضا المرحومين نعوم يوسف الجدادي وفاروق نعوم الجدادي وعامر متي اسكندر وموسى أيوب الجدادي وليا أيوب الجدادي وأيوب الجدادي وزوجته جرجو يعقوب وإسكندر يعقوب وزوجته فهيمة عبودي وعزيز الخوري إلياس، الله يرحمهم ويعزي أهلهم. وأيضا ذكرنا على مذبح الرب الغافر المرحومين يوسف عطو وزوجته نجيب الزعيم، متي عباوي وزوجته خيرية الدباغ، سالم عطو وليد عطو البير برايا وجوزة عطو.
كما ذكرنا المرحومين متي حنا منصور تادروس والمرحومين وجميع المرحومين من آل شمامي وآل شلالي الله يرحمهم، وأيضا ذكرنا المرحوم سعيد قبره وزوجته نادرة وجميع المرحومين من آل قبره. ونورت الكنيسة على نية عائلة موسى وعائلة لحده الرب يتقبل منهم، وأيضا ذكرنا المرحوم الشماس شمعون مراد حداد وزوجته حنة بولس وجميع أمواتهم، وأيضا المرحومين مريم يلدة توما دانيال بطرس متي وليد عمانوئيل غنيمة منصور فوزي فتوحي النقاش، وأيضا المرحوم حكمة سليم مراد، وذكرنا أيضا المرحوم فائز عروس والمرحوم يوسف حنة دانيال، وأيضا المرحومة سارة متيكا الله يرحمهم، وأيضا المرحومين عبد الأحد داود النصر وزوجته الفاضلة جانيت جليل بني الطويل، والمرحومين سلامة متي كلو ووالديها وإخوانها جورج وثامر ومتي كلو، وأيضا المرحومين ريني شمعون شفو وشكرية شمعون شفو، وأيضا المرحومين سليمان حنا خوشي وزوجته جولييت ووالديه وأخته راحيل، وأيضا ذكرنا المرحوم عماد خليل القس إسحاق ووالديه وإخوته، والمرحومة يارا غازي ميخائيل عبرو، وأيضا المرحومة ترمى يعقوب عيسى وأخوها ستيفان وزوجته جاكلين، كما تبرأ أحد المؤمنين بمبلغ $2,000 لمشروع إعمار الكنيسة. الرب يباركه ويزيده ويعوض كل واحد منكم عطاياه 30 و60 و100. كما نورت الكنيسة على نية شفاء أديب حنا خوشو ولبنى حن أديب خوشو وفابيو فادي خوشو، الرب يعطيهم الشفاء من أمراضهم. وأيضا نورت الكنيسة على نية أندريه فنان خوشو وريني فنان خوشو وسلامة فرح خوشو ومج سلوان حدو وفهد سلوان حدو. كما أيضا نورت الكنيسة على نية أحد المؤمنين، ونورت أيضا على سلامة السيدة جولييت بشير كومايا، الرب يعطيها الصحة دائما. وكما تبرع السيد سرمت القس جورجيز بمبلغ $2,000 لإعمار الكنيسة، الرب يعوضه ويتقبل منه عطاياه ويزيده 30 و60 و100. يا أحبائي تفضلوا نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول، بعدين راح نصلي صلاة الجناز وندخل الطفلة ناتالي، وبعدين نبلش دورة عيد شمعون الشيخ. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية وأفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا، وأنا نادم عليها ندامة كاملة. يا رب ارحمنا، يا رب سامحنا، يا رب اغفر لنا. ليرحمكم الرب الإله مثلما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار ولص اليمين وجميع التائبين بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه للرسل الأطهار وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلينا العرض الضعيف الخاطئ. بهذا السلطان أحل لكم من جميع الخطايا التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها، تداكون وتتقدشون نشتبقون حبيكون وحطوه يكون بشمو دابو ودبرو ودروحوا حي قاديش الحيد العلم علمين آمين. شبحوا لابو لبرو روحوا قاديش في منازل الأبرار ومساكن الصديقين وبصحبة هؤلاء الذين اخترتهم منذ البدء، امنح يا رب جزيل رحمتك راحة لأمتك المرحومة أمينة التي انتقلت إليك حيثما يتمتع القديسون، ومعهم وبينهم تقدم لك التسبيح والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. نخدم رحم أبو علي بن أيوه هللويا، مراحم مريو علي دحي برنوش خميرو يا وموه هللويا،
يعد حقله خنيوعي شحول أبو الأبرى والروح قديش من علم وعذاب العلم أمثخت شيخ بث على سبروخ وعلى تغلون دحنو نقلوخ حيو نعيري من قبر الغفر دايسون ملكم نحمون بشبح دون أحمر روم ما حميت وامقم لقبير قيمي شويوئي أني ذي من قو قبري ومسقي شبح لقم نحميت شبحوا لابو الأبرى والروح قديش شبحوا له وقولوا دي مرمورا بس برثي كل دخل فرشو تدم حيولو أرفي وبشيو بطولو تتركني تطمث موتو هوني حلو لمر يرح برالوه دب موتي أحلمي توتن حملا من قودة حيحون قعوني مارش مريم رحمون رحم علينا عدارين آمين اللهم يا معدن الغفران أيها الرب الإله يا من بأمرك وضعتنا في هذا العالم وبسبب معصيتنا حكمت علينا بالموت والآن نقدم لك الصلوات والطلبات عوض نفس أمتك المرحومة أمينة التي رقدت على رجائك بالإيمان الحق اغفر لها بمنك واكرمها بمساكن الراحة وعند القيامة أهلها وإيانا كي نسبحك مع قديسيك أيها المسيح رجاء نفوسنا ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين لنصلي الصلاة الربانية راحة لنفس المرحومة أمينة وجميع الأموات المؤمنين قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء أعطنا خبزنا كفافا يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين الله يرحمه ويرحم جميع أمواتكم بليز يجيبونا الطفلة ناتالي أما أوكي يلا يلا نعمل راح نبدأ يا أحبائي بطقس عيد شمعون الشيخ تفضلوا يا بنات خذوا الشميع خذوا الشميع لقوم Thank you.
شمشين لي شمشتن وصلوات وثرى حمالين شبحوا بوش الصليب
ابوس السلام بعد عيد دمالكم مشيحوا نسبحوا صلنا في شهداء بيمانو الثوب داشرونو أحيو حبيبي صلوا لكم القرآن قوتي وأحبائي صلوا لأجلك رب القرآن قوتي وأحبائي صلوا لأجلك رب القرآن قوتي وأحبائي صلوا لأجلك رب القرآن واحد نواحي السوف دخل مذبحهم حسيونون يحوث حشر العبد إكبار الله وديث الفرقون أنواتي ذني ثميت النحوم أن حدوث ذو الغنسان العلمين شوط مريا الله يامين أخيط لمد حسيوني ذو باريخ الكنشون تسو ذيك دم قبلين المسافر وخد مخي أقير الحشر يفحوا بنجل يتافد أخذوا ميك موران والوهان العلمين رحمة وضالو رامو مرو قدينا نيشو عن شيح وعلى طينا يقشيو نينو عنه بهون وعن نسو بهون وعن كل من دلي وشتو تاب ومشتو تفين بهون رحمة وضالو نيون عن انوانيهم بترهون علمي والعلم علمي سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكونان لنا دينونة وانتقاما بل خلاصا لجميعنا وحياتنا بديا وارحمنا grateful for your grace towards us. Have mercy upon us. إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وإنا وعضدنا وثبتنا وفر لنا وارحنا بواسطة نعمنا بهذه المائدة الروحانية فناتب بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى
أبد الأبدين. آمين. بارك مور. شلومو الكون خون. And with your spirit, after receiving these divine and holy mysteries that have been given, let us bow down our heads before the merciful Lord, before you, our Lord and our God. أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى احفظ نفوسنا وأسعدنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى لنسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Zindore, zindore, sobo kayo, pri khud ma bar kul hundore, hulo bar. بشتو موحى حبيك ما يوم تبوت دت لي ثيث قادش تعم زود بركوت إن سبتو من مذبح محسي ند موري راحيق عم قاريب حي عم ميثة فريقاي بس لي بتزكوت موري ربي عبدش من معمدي ثو قادش تيت حاس يحو بيكون تشبك بصرة يكون وتنيح روح داني ديكون وين ودين عبدهم حيلو حاطوا يتحنين وتعادر بعدون دس لابد خون زيلون بشلوم اذهبوا بسلام go in peace زيلون بشلوم كات حديتون روزيتون وعليهم حيلو حاطوا السلام. دقيقة اسمع هاي بحث انت في خذوا هاي مشي لها بس دقيقة بس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يا من حملك شمعون الشيخ وأدخلك إلى الهيكل أعطي هذه الطفلة نتلي أن تكون ثمرة صالحة عندما ندخلها إلى هيكلك المقدس وأعطي والدتها لنا الشفاء من جميع الأمراض لكي تسبحك هي وطفلتها دائما وابدا امين. اعطيني اسم الصليب اسم الصليب. طوبى يوم العبد طوبى مدهوث مرهون نشكح لهم كدعيرنا وبكرم فلحين اسر حصى ومشى مش لهن دلع وعامل من صفر لرمش أبو مسمق فلوح وبرم مش لهن رقش فرق لطكني ليهن قذلو هاليلويا صيم بري بث ملكوب شبح قوم أثمو هاليلويا وهاليلويا ومالك ثومي يمين وطعي عمي خوب ثبوم هاليلويا وهاليلويا نثرى رمال كل شفر غبارو شبحوا لابو لبرو والروح قديشو من عالم وعدم العالم غارب وعود احلو فين وشبهو رود امهي من الحيدو أمين بصلت مريم جيلتو بصلو زوح البعودو بارخ لاش برتوه ديلو تشلينو قادي شتو من بعودو دحلو فين فيوسو قارب لي حيدي
نعبد رحمة عليك وللمرة نترحم عليك مصلوط مريم ديلتك مصلوط جرح البحر بارك لاش برزودي ألف مبارك الله يحميكم ويخليكم تراتيل التناول تبلشوا الناس الله يخليكم ألف مبارك